ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. يعني بداية وبعد التحية أستاذ أشرف، كيف قرأت دلالات هذه الزيارة للرئيس بول كاغامي إلى القاهرة؟ مساء الخير. بكل تأكيد هذه الزيارة بتأتي في ضوء وفي إطار الحراك الديناميكي الحيوي التي قامت به مصر في 7 سنوات الماضية نحو الانفتاح على القارة الإفريقية واستعادة زخم وحيوية الدور لمصر بعد غياب قبل ذلك استمر سنوات عديدة بسبب حالة الانكفاء في السياسات التي كانت قبل 7 سنوات. بكل تأكيد في السنوات الأخيرة شهدت العلاقات المصرية الإفريقية درجة كبيرة من الحضور والتعاطي المصري، باعتبار أن مصر تمثل الرقم الصعب في المعادلة الإفريقية، وكانت الدول مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية وساهمت بكثير من الحضور والزخم في توفير استقلال كثير من الدول القارة الإفريقية. وبالتالي الانفتاح المصري أتى ثماره عندما تولت مصر رئاسة القمة الإفريقية عام 2019، ومنذ ذلك الوقت وقبل حتى هذا الموقف كان هناك بالفعل كثير من التعاطي المصري مع القضايا الافريقيه. زيارتي اليوم للرئيس الرواندي بتصب في خانه العلاقات الوثيقه وتعميقها بين مصر ورواندا، باعتبار ان هناك بالفعل شراكه استراتيجيه واقتصاديه تم صياغتها عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 في زياره العاصمه كيغالي، وتم التوافق على توقيع عدد من الاتفاقيات والبحث في اطر تعاون مشترك في مجالات التنميه وايضا لما يتعلق بحجم التجارة بين البلدين، وأيضا التنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب، وإمكانية أن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة كأولوية مطلقة للسياسة المصرية في إفريقيا بضرورة أن يكون هناك انفتاح على الشركاء الإفريقيين، وأن تتولى مصر عبر المحافل الدولية والإقليمية نقل قضايا ومتاعب ومشاكل القارة الإفريقية. باعتبار أن الرهان الإفريقي والرواندي على الدور المصري أعتقد أنه قد أصاب الحقيقة بكثير من النجاحات في السنوات الماضية، سواء في قضية مجلس الأمن مصر في مجلس الأمن في العامين الماضيين أو حتى في كل التجمعات والإطلالات في شركة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل أوجاع وقضايا القارة الإفريقية. زيارة اليوم بتصب في خانة استمرار التعاون والتنسيق وأيضا استمرار حالة التماهي والانسجام في العلاقات المصرية مع رواندا، باعتبار رواندا تمثل الدولة الثانية في دول مصب في دول المنبع في حوض النيل، ومصر تمثل دولة المنبع، وبالتالي هناك اهتمام كبير بضرورة التعاون فيما يتعلق باتفاقيات حوض النيل، وأن يكون هناك دعم رواندي لمصر في قيادة سد النهضة، وأعتقد أنك تفهم كامل لمجريات التعاطي المصري الإيجابي الذي يسعى لتوفير حلول واستحقاقات إيجابية مع أطراف أزمة سد النهضة، باعتبار أن مصر صاحبة حق وتريد أن يكون هناك توافق وتلاقي في المواقف المصرية، خاصة أنها صاحبة حق في كثير من الطروحات التي قدمت على مدار 5 سنوات الماضية. أعتقد الجانب الرواندي يستطيع أن يقوم بدور إيجابي في هذا الشأن باعتباره دولة قوية لديها كثير من الزخم والحضور وتتمتع بشرفات اقتصادية مع دول القارة الإفريقية، وأعتقد تحظى مصر بالأولوية المطلقة في حجم التعاون بين مصر ورواندا في هذا الشأن. أعتقد أيضا أن هناك بالفعل درجة كبيرة من التفاهم حول مجمل القضايا التي تم بحثها وسيتم أيضا الأخذ بها فيما يتعلق ب قضايا التعاون الاقتصادي في افريقيا والتنميه عبر خصوصا في ضوء ترأس مصر لتجمع الخماسي في هذا الشأن. نعم، اشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي اشرف العشري مدير تحرير جريده الهرم.